علي تربلتي عضو مركز جنيه حطوا في سلاح السد البحري وعضو مكتب جهوي مكان السد البحري على بنزا. الاشكاليات اللي صارت من اسبوع القارئ كان الجمعه بتحديد هي بعض من البحاره وقفوا وقفه احتجاجيه وتم الشحر الاحمر العمريه وذلك في الوقت ذاته في منطقه الجناح تناهوه من الشيء ما جاش عملوا هكا طلعوا فوق على الارض طلعوا فوق في جنة البلدية ومن البلدية تاع عبد الرحمن وقفوا كيف نجح يعني توفي ذاتها ومن جد في جنة نجح عملوا وكذا هبطوا للحر شياطر الحر كلها مش رغم ان تفتش بحر كلها من البحارة مجموعة من البحارة هما اللي كان ثم عملية بتحسك العملية وكنا نحن نفتخنا صرح أمانات استخدموا تروح بعض من جانب ساعات الاتهامات يشكون فهذه هما رجعوا من رجعوا على تيم شعل الوقت في جيه البرد مرة أخرى يعني بعد ما الوقت من البيتا في البرد فبهنا من أخبرنا من لك يرجع من البرد فميكا شيخ من البرد فني صار ثم قلنا أنا سخنت لسخنوا من الفردي فما شكون من الموجودين الجمعية و يتر مش مع مدني هما واحد سخنوا تروح فني هبطوا للحق عام وقت راح تجي ليه في الحق بدات من فهميك تخدموا الشركات نتاع المرة الحر بدات مع الاعلان والتواصل الاجتماعي زي حاطين على تليفون في بلاد المسمومة والمسمومة فهمت ولا تصيرها يعني كما قلنا نحن قفلة قفلة نتاع البلاد الواحد يعني نفخوها في الفارغ الواحد شوفوا الادارة دارت ارتاد بحري لاستاذ بحري بناء دارونا وقت تجد دائرة البحر دائرة البحر يقعوا بتخذهم بالسياسة وتشد سهامهم وتعطيهم يعني يا جمال الناس مترخصين ومتمكنين ترخيص من مع الدولة وتعدوا على وكالة البيئة وعلى لجانة جهوية وعلى يعني لجانة هي تعرف تراب كل ذات الجهة يعني ذات البيئة وذات الفلاحة يعني من الولاية من الأطراف كل من البحث العلمي فهمي كل موجود هكذا لا تعرف كلهم رانا عدينا لهم عدينا إلا ما كان فما يعني برنامج وفيها الأطراف يعني مثلات من داخلكم بشي يوقفوا اللي يعطيهم شروط هم وفيهم يعني مسابقة للبيئة مسابقة صحية فهمي اللي هي رجعت عليهم بكير اخي خاطر انا راني رافض المشاريع هذه فهمت؟ الرد نتاعها كانت رضا المشاريع هذه وانا لان ما قلتش باش ما حبيتش راني باش نعدو المشاريع فرجعوا اللي مشاو طلعوا للقط رجعوا للميناء تاع عبد الرحمن من الدائره من غزيكا رجعوا له قالوا لهم راهو خذاه وراهو عطاوه قليله فهمت؟ اللي هي تاهيليا البدايه استشاريه الخلطه عندي انا الخلطه جات من الدائره هي كانت يعني راح نسافرنا قبل في غير ملح وكانت رئيس خلية غير ملح ساهمت الموضوع وشاب التعديل ساهمتها هي رئيس الدائرة يعني هي رئيس الدائرة فمي زدت خلقتها فمي زدت كفرت عليها من المشكلة كانت مطارب يعني كانت عندهم مطارب مشروع عليه ايش هي الشيخ يرجع السوق يخدم في سوريا السوق نتاع الاسنان البيع العشوائي ظروف على الميناء حتى مطالب مطالب على الحياة جماعة الشركات يعني يشد الطريق من قد قدم يشد يزيد يزيد يعني مراقب جماعة الشركات كان جابه مطالب كي هي تسمى تبقى انا نكون سنة ما هي بالغالط ورجعت عليهم بغلطة اكثر من هي المتهم اللي كانت فهمته فهمي فرجعت عليهم قطرة ونحن الوحدة من الناس انا مش مواقف وراني ماشي انا عبيت لله لا دخل شوفوا مع الميلاد ومع الاتحاد لحد الان اليوم ان شاء الله اليوم جاي هما في اسكندراني وفي دار عامر شي قابلوا لبحارة بنت رحمن جمعة الساعة الثانية بعد الدوام ان شاء الله يشي جواهم البارحة سمعناها مع كتاب الدولة
باش يجي يشوف الأطراف يزور البحرية وشركات اللي يزوروا وش يعملوا مرة في إذا انتج مقاطع الولاية بعدها النقاش ورفع بعض الشيخ من الإجراءات المرشدة.